s'adjuge à 14 millions. Pardon, Thomas ? Merci à toi. في عام 2009 ظهر الفأر ورأس الأرنب البرونزيان اللذان ينتميان إلى يوان مين يوان أو القصر الصيفي القديم ببكين في قائمة مزادات كريستي. بعد سماع الأخبار شكل 67 محامياً صينياً بشكل عفوي فريقاً قانونياً من أجل استعادة الآثار الثقافية الصينية التي تنتمي إلى هذا القصر الإمبراطوري القديم، لكن للأسف فشلوا في ذلك. 有时候是觉得痛心，不是说不敢面对。有时候你经历了才知道，这个东西痛，确实是痛。 في عام 1860 احتلت القوات البريطانية والفرنسية بكين ونهبت القصر الصيفي القديم والحدائق الإمبراطورية الأخرى، وتم نقل عدد هائل من الآثار الثقافية المتواجدة في الحدائق إلى الخارج. في عام 1905 رأى كانغ يو وي ممثل الحركة الإصلاحية في أواخر عهد أسرة تشينغ هذه الآثار في المتاحف الأوروبية وقال: عندما آتي إلى هنا أشعر بالحزن، إن الآثار المنهوبة هي جوهر تاريخ الصين المتراكم. ومضى مستشهداً أيضاً بالنهب حتى لختم اليشم رمز القوة، وحسب رأيه فإن سبب ضياع هذه الآثار هو ضعف الأمة. par un chinois ou un occidental, peu importe. بعد عشر سنوات من الجهود القانونية غير الناجحة لإعادة رأسي الفأر والأرنب إلى الوطن، وفي عشية الذكرى 70 لتأسيس الصين الجديدة في عام 2019، أقامت الدائرة الوطنية للآثار الثقافية في المتحف الوطني الصيني معرضاً بعنوان طريق العودة، قدمت خلاله 6 رؤوس برونزية من القصر الصيفي القديم بما في ذلك رأسي الفأر والأرنب، وهو لقاء طال انتظاره بعد أكثر من قرن من التجول في الخارج. في عام 2019 وحده تم استرجاع أكثر من 1000 قطعة أثرية إلى الصين، 796 قطعة منها عادت من إيطاليا في أكبر عملية لاسترجاع القطع الأثرية الصينية المفقودة في عقدين من الزمن، كما كانت هذه أول عملية إعادة يتم تلقيها بحضور الزعيم الأعلى للصين. من العصر الحجري الحديث إلى فترتي مينغ وتشينغ، تحمل هذه القطع الأثرية البالغ عددها 796 قطعة 5000 سنة من التاريخ الصيني. مع ذلك فقد كان طريق العودة إلى الوطن لهذه الكنوز الوطنية غير سلس، فقد مرت 12 سنة منذ احتجازها من قبل الحكومة الإيطالية في عام 2007 وإلى إصدار قرار نهائي من قبل المحاكم الإيطالية في مطلع عام 2019 يتضمن إعادتها إلى الصين. 我们就主要是用了司法的审判以及外交的这个追索两个方式结合，最为重要的是呢，这一次的这个文物追索纳入了元首外交。这个可以有这个选择方案，一种呢就是物归原主，它是属于哪一个地方的？它我们现在地方博物馆也很健全。 其实当时总书记说这段话的时候，我自己是有一点点吃惊的，因为文物回归原属地呢，这是流失文物追索返还界的一个原则理念，并不是说为一般公众所周知哈。那一国的这个元首呢，也不一定要知道某一个领域具体工作的这么一个原则理念，但是总书记当时脱口而出，总书记对于流失文物追索返还的重视，既体现了对于我们中国文化遗产的重视。 同时呢，也是体现了对于构建人类命运共同体、促使文明交流、文明对话的这样一个深层次的考虑。他指出，拥有悠久的历史、璀璨的文明，这是我们两个国家的共通之处。我们对于时间的理解，不是以十年、百年为计，而是以百年、千年为计。 تحت قيادة الرئيس شي، وقعت الصين وإيطاليا
العديد من الاتفاقيات لمنع سرقة الآثار وحفرها ودفع إعادة الآثار الثقافية. في العاشر من أبريل عام 2019 استخدمت الصين طائرة خاصة لنقل 796 من القطع الأثرية التي فقدت منذ سنوات إلى البلاد، وبعد ذلك بنصف شهر فقط تم عرض هذه القطع الأثرية في المتحف الوطني. وفي نفس العام الذي زار فيه الرئيس شي إيطاليا، زار كذلك اليونان، بلد متحضر آخر، حيث جدد الرئيس شي موقف الصين من إعادة القطع الأثرية المفقودة. منذ المؤتمر الوطني 18 للحزب الشيوعي الصيني في عام 2012، كثفت الصين جهودها لاستعادة الآثار الثقافية المفقودة، ووقعت اتفاقيات ثنائية، وأقامت آليات تعاون مع 24 دولة، وأعادت أكثر من 1800 قطعة أثرية ثقافية إلى ديارها. قبل 30 يوماً فقط من إلقاء الرئيس شي خطابه للعام الجديد عام 2021، عاد أخيراً رأس الحصان المفقود في القصر الصيفي القديم يانمينغ. كان هذا اليوم الذي انتظره الصينيون لمدة 160 عاماً، كما تمنى الرئيس شي وأكثر من 1400 مليون صيني، فقد عادت الآثار المفقودة إلى منزلها الأصلي.这一路上我们一直在探讨，就是说当时为什么我们的东西会丢，为什么我们的工业会被烧，然后我们就回了那段历史，长大之后才有这样的这种机会，或者才有这样的这种实体能够把流失在国外的这种中国的文物能够通过各种形式能够回归到我们祖国的怀抱里面。我们毕竟有这么一段非常辉煌的一段历史嘛，那么在现在这个阶段呢，我们又重新的一段辉煌历史， 也要把这个历史呢，就是现在这个辉煌续写下去，让我们下一代人都有这种意识。文化是一个国家一个民族的灵魂，文化兴国运兴，文化强民族强。没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。